كانوا من حضرتك لي أبناء الشعب المصري؟ طبعا بداية بالنسبة للأستاذ خالد، أنا مش أتقدم بخالص الشكر يعني، وأتمنى إن أنا أكون أستحق هذا التقدير طبعا. وشرفني كتير إن أنا ضمن القائمة دي مع في الحقيقة بقية القائمة اللي هم أعتقد ضروري هيكونوا أفضل مني بكتير، فده شيء يسعدني. ويعني أحب إن أنا أشكر قلادة على المؤسسة، قلادة على الفكرة نفسها، يعني بغض النظر عن مين فيها، إنما فكرة المعرض المفتوح ده للرموز الوطنية اللي أتمنى إن أنا أستحق أكون واحد منهم، إنه فدي فكرة جيدة جدا، وبالذات يعني إذا كانت بتقام دلوقتي بفكرة الواقع الافتراضي ده، فإن الشباب يقدر يدخل، ومع الدعاية أكتر طبعا إن شاء الله تبقى موجودة. بالنسبة للمصريين، أنا بكرر الكلام اللي قلته إنه يعني بالذات الشباب، يعني الشباب ما يقال عنه كتير، الشباب أحسن بكتير أوي 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 مما بيلقي علينا الإعلام. الشباب محتاج خطاب خاص، يعني أنا في محاضراتي كتير بشوف شباب وبيبقى متفاعلين جدا، في الشباب محتاج خطاب مختلف. الخطاب الأبوي ما هوش ينفع مع الشباب اللي هو منفتح وبيعرف. ثانيا، الشباب النهاردة أفضل مننا بكتير، لأنه عندهم القدرة على الحصول على المعلومات بسهولة جدا عننا. تمام، إذا كل اللي أنت محتاجه حط الشباب ده أمام قضية ووصلها له صح، هتلاقي مستوى أداء غير عادي. ف يعني دي رسالتي، إنه